ليه علم الاجتماع؟ أستاذة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للمرأة، خلينا نعرف رأيها. مساء الخير دكتورة نسرين. مساء النور، أهلا وسهلا. دكتورة، أنا عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا وسهلا بيكي. أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أهلا وسهلا بيكي. يعني دكتورة نسرين، يعني خلينا برضو يعني ناخد من يعني أستاذيتك لعلم الاجتماع ووجودك كعضو بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضو المجلس القومي للمرأة، خليني برضو أعرف من حضرتك الآن ما قدمه المسلسل. يعني في أيضا بعض المشاهد شفنا فاتن والمجلس القومي للمرأة كمان يعني يقدم مساندات، يعني أول مرة نعرف كمان أنه في مكان تقدر تقيم فيه المرأة بعض الشيء، يعني بعض الوقت علشان تحل المشكلة برضو. طب هتسمحي لي حضرتك هقول بعض المقولات الرئيسة ثم أعرج على السؤال. فضل. أولا طبعا المجلس القومي للمرأة بيتقدم بخلص شكره وتقديره من رئيسة المجلس لجميع الأعضاء لفخامة رئيس الجمهورية الذي قدم تصريحات رائعة فيما يخص مداخلة بأحد البرامج التلفزيونية لمناقشة قضايا الأسرة وأمان الأسرة وجودة الحياة. المسألة الرئيسة اللي احنا لازم نتكلم عنها عن الفن باعتباره ظاهرة اجتماعية. صحيح. بيعمل ايه الفن؟ بيعيد رسم الخريطة الاجتماعية، وده من خلال عرضه لبعض الحقائق والوقائع الاجتماعية اللي بدورها بتحدد طبيعة العلاقات بداخل المجتمع، وبالتالي هو بيكون في كثير من مواضعه مؤشرا نحو بعض من الأزمات والمعاناة اللي بيكبدها الأفراد من خلال التشابك يعني في طرح المشكلات ومن خلال الحياة اليومية. أيضا أن الفن بمفهومه العام هو أحد دعائم التغيير والذي يحدث تنمية، وبالتالي هو أحد المصادر الرئيسة في تشكيل وعي الأفراد. يعني هذه القطعة الدرامية أدت إلى يعني نوع من تحريك المياه الراكدة في العديد من القضايا اللي يمكن أشار إليها فخامة رئيس الجمهورية. إحنا بقالنا 40 سنة بنتكلم في هذا الموضوع. صحيح. فقد آن الأوان إن إحنا نبتدي نطرح هذه القضايا. وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك، لما الإنسان بيشوف مشاكله على الشاشة وبتتجسد قدامه غير ما بيبقى عايشها أو بيسمعها. تمام. لما وبالتالي هو لما شافها واتضخمت قدامه بقت المساله غايه في الاهميه ان احنا لازم نناقش هذا الموضوع، وان طبعا لابد من التجديد والتغيير، ولابد ان احنا نحترم هذا الفن الذي بيستمد يعني مادته من الحياه الاجتماعيه، وان هو بيساهم في تشكيل وتطور المجتمع واحداثه. طبعا، لانه زي ما حضرتك قلتي ده بيخلق راي عام كامل، فالناس تعرف تقعد تتكلم على اللي بيحصل في الدراما لأنه هو بيناقش اللي بيحصل في الحياة. أنا عايز أسأل حضرتك كأستاذ علم اجتماع، لما يكون عندي قانون جديد قوي محدد واضح، هل شايفة هنا، لأنه أحيانا الناس فاهمة أن القانون ده هيبقى سيف على رقبة الأسرة، وفي ناس تقول بالعكس القانون هيحمي الأسرة أكثر، حضرتك شايفة إيه؟ بصي حضرتك، انا عايزه اقول لك ان القانون وجد لتنظيم العلاقات، واذا لم يستطع البشر تنظيم علاقاتهم فيما بينهم بيلجأوا للقانون. القانون مش حاجه وحشه خالص على الاطلاق طبعا، ولكن خليني اقول لك ان المجلس اصدر ورقه وحدد فيها ايه هي المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، وحدد فيها رؤية مهمة جدا انطلق منها. أولا ضرورة الحفاظ على تماسك الأسرة، وده الحقيقة أنا بأكد عليه دائما أن المجلس القومي للمرأة حريص على الحفاظ على الأسرة، وبصفتي أستاذ علم اجتماع أن الحفاظ على الأسرة هو يؤدي بالضرورة إلى الحفاظ على المجتمع. يعني هذه جملة أساسية نتعلمها في بداية دراستنا لعلم الاجتماع. وأيضا الأولوية للمجلس، أيضا أكد على الأولوية لمراعاة المصلحة القضاء للطفل بالتأكيد طبعا. لأن عايزة أقول لحضرتك أن الخلافات
الأسرية دائما بيكون فيها مظلوم طرفين. ده أكيد. الطرف الأول طبعا والخاسر الأوحد الطفل من صحيح. هذه الخلافات. وبالتالي لابد من الحماية للطفل وحماية الحقوق والحريات المقررة للمرأة والحفاظ على مكتسباتها. لا يمكن أرجع تاني في بعض مكتسبات مثلا خدتها المرأة سواء كان فيما يخص الخلع. يعني دي مسألة مهمة للغاية لا يمكن الرجوع فيها. صحيح. أيضا التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة. يعني مين قال إن المرأة غير ملهاش أهلية قانونية يعني. صحيح. وبعدين تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق وده حماية للزوجين على فكرة. أكيد ده حماية للأسرة كلها. يعني ده في النهاية حماية للأسرة كلها. أنا كمان الحقيقة الدراما قدرت، وده سؤال سريع بس أستأذنك الإجابة فيه، يعني الدراما كمان قدمت لنا في المسلسل أول مرة نشوف أو الناس تعرف بشكل عام في البيوت إنه في أماكن للمرأة المعنفة. يعني إن الدولة حريصة على المرأة إنها لو ما لقيتش مكان تروح فيه الدولة هي اللي بتبقى بتطبطب عليها وبتفتح لها الأماكن دي. وده أيضا كان حل يعني هايل في المسلسل ساعد كتير قوي. ما هو عشان حضرتك أكان دائما وأبدا المرأة حينما تطلق وتطرد من منزل الزوجية لا تجد لها مكان. صحيح. لا ليها ولا لولادها. وبالتالي الدولة في إطار أو من منطلق الحماية لأفرادها عملت هذه البيوت، البيوت الاستضافة للمرأة المعنفة حتى تجد مأوى لها. خلي بالك الحق في المأوى ده حق إنساني. أكيد. وهو ده الحق الأول لحماية أفراد المجتمع. أكيد. والمجلس أيضا بيقدم المشورة القانونية من خلال مكتب الشكاوى اللي هو له رقم محدد 15115 لتلقي كل الطلبات الخاصة بتقديم المشورة القانونية لكل يعني أنواع المشورات القانونية للمرأة. أكيد. أنا الحقيقة بشكرك جدا وبشكر المجلس القومي للمرأة وحضرتك عضوة فيه، لأنه الحقيقة المجهود اللي بيبذلوه كان واضح جدا، واضح حتى في أحداث المسلسل. دكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.